الغموس جاي. صبور صبور. اهو اهو اهو. حتة جبنة مسلسلات. لحقت اخر حلقة بالعافية. اهو خدوا يا عيال. انا مش عايز حد يبات من غير عاشة. ايه؟ كله لازم ياكل. لازم تتغذوا. تاخدي حتة يا بنتي يا فطني؟ لا يا اخويا انت شقيان بالهنا والشفة. ايه ما برضك لازم تاخدي حتي. لا يا اخويا قوي نفسك انت بالهنا والشفة. يا بنت البتاعة الكبيرة دي هاكل هنا لوحدي يعني؟ معلش يا اخويا بالهنا والشفة. معلش يا فضة خدي حتي. يلا. لا يا اخويا بالهنا والشفة. حد ياخد الكفر يا عيال؟ ايوه يابا ايوه انا باكل الكفرات يابا. كل يا ولد كل يا ولد ما حدش يبات من غير عاش. يا شيخ الغفر. ايوه يا شيخ الغفر. امنت المكان كويس؟ ايوه ما انا هروح امنه اهو. جناب العمده على وصول يا شيخ الغفر. تمام امن لي الواد ده. خد يلا. امن. تمام يا فندم امن. كل الامن مستتب يا فندم. اتفضل يا فندم. دخلت الاكل كله. ايه يا عيال اصبروا اصبروا. تخيلي معايا كده يا بنت يا فاطمه حته الجبنه المسلسلات اللي انتوا كلتوها لوحديكوا دي لو هي حته بطي ولا وزي كنت عملتي فيها ايه يا بنت؟ يا سلام يا ابو العيله. ده انا كنت اديتك حته قد كده واديت كل عين من العيال ان تقعدوا الحته واني خدت فتفوته. طبعا لو البطه معاكي كنت لهطيها برشي. برايا يا عمدي هو البط بيتاكل؟ ايوه البط بيتاكل. امال بيتعمل بيه ايه؟ البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم هوبا يشد ونونو بطه وصوصه وشطه. بس عيب كده احترمي وزنك عيب. رميت 20 سنه زي الكلب في الصحراء لحد ما بقيت ساحر تخين يعتمد عليه زي ما انتوا شايفين كده. 20 سنة في الصحراء عشان تبقى ساحر؟ أيوة. كويس إنك ما ترميتش 20 سنة في الغابة. ليه؟ كنت هتبقى غابي. شكرا يا حاج أبو العيلة. إيه ده؟ عارف إن أنا أبو العيلة؟ أيوة. ساحر يا عيال. أيوة. ساحر بجد. أيوة. ركزوا معايا يا جماعة في اللعبة اللي جاية دي. سخن لي الدنيا ما تبقاش متنبل كده ها؟ سخن لي الدنيا. اللعبة دي اسمها سسبنس. يلا. اللعبة دي اسمها الكرة المخفية. الكرة اللي ظاهرة قدامكم دي يا جماعة وكلنا شايفينها دلوقتي في ثانية هتكون مختفية ومش هتشوفوها. ركزوا معايا. تمبل. الكرة في بقك. لا ده درسي. لا والله ما درسك. دي الكرة ده درسي بيوجعني. والله الكرة هي انا شايفها. الكرة هي يا جماعة. ايه ايه ما طلعها من بوقه. يالا السناحة اللي انت فيها دي. يالا انت سنيح. يالا ايوه شغال معاها ولا معاهم؟ يالا ركز معايا هنا بدل ما اوقفك جنبيهم. خلاص. اللعبة اللي جاية يا جماعة لعبة من اخطر الالعاب واحبها الى قلبي. لعبة القفص والحمام. تمام زي ما احنا شايفين القفص اهو فاضي هتتحط عليه الملاية هتتشد في ثانية واحدة هتلاقي كمية حمامة مش هتتخيلها يا حاج أبو العيلة. الله يخليه. ركزوا معايا يا جماعة. سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ إيه شر أهو في في الحمام. هو في حمام بيقعد لحد الغروب يا حاج ابو العيله؟ يعني ايه مفيش حمام؟ الحمام كله في الغايه دلوقتي. لا مفيش حمام. اجيب لك حاجه تانية؟ يعني ممكن تجيب لي ايه؟ اجيب لك كباب وكفته ورز وبسله وكده يعني. دعابي؟ لا بيقول دعابي يعني عشان الجو ما يبقاش ساحر وكوميدي. عشان الجو ما يقفش معانا يا جماعه ركزوا معايا. قلنا اللعبه اللي جايه دي لعبه تحفه. هات يا ابن اللعبه. تكلت الحمامه يا تعشب بيه تعشب بيها. انا بنذرك انا انا كل لك انا وهكهربك انا. ما خلاص يا ست مهاده يا حناوي
تمام، انا هوريك على سنحتك دي. اللعبه دي يا جماعه لعبه السكينه لا تؤذي مؤمن. ممكن تاذي كوكدور. الله عليك يا مدينه كمان. اللي تشوفه يا حاج ابو العيله حضرتك بتسخر مني من الصبح. تمام. السكينه دي عرفتني ان انا قد ايه عبد مؤمن ومش هيحصل لي حاجه حتى لو نطيت من الدور العشرين. ركزوا معايا يا جماعه. سسبنس. السكينة دي سوستة اهي ما بتموتش. ايه يالا انت معجون من سماجة يالا؟ انت سامج ليه النهاردة؟ في ايه؟ هي اللعب مش شغالة ليه؟ ما ليش دعوة. تمام ركز معايا بقى. بسم الله. اللعبة اللي جاية دي اسمها لعبة الساعة المخفية. ممكن يا حاج ابو العيلة تساعدنا في اللعبة دي وتبقى قدمت فقرة معانا نستعين بساعتك؟ بساعة تاني؟ ايوة. إيه انا لو معايا ساعة ما كنتش جاي. ايوه يعني ايه؟ يعني معيش الوحيد اللي معاه ساعة في الكفر كله جناب العمدة. العمدة ده؟ ايه؟ بعد اذن جناب العمدة الجميل ممكن نستعين بساعتك؟ ايوه ساعة ومش أي ساعة. بس هتعمل فيها ايه؟ أنا هخفيها لك. هتخفيها؟ إن شاء الله. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد مراتي تخفيها. أنا آخري 80 كيلو في الخفي يا عم. ماشي وإحنا نبقى ناكل الباقي. تمام. ركزوا يا جماعة في اللعبة اللي جاية دي. الساعة اهي بتاعة العمدة واخدها من ايده مفيش اي حاجة بايظة فيها. بسم الله. ساعة العمدة باظت. ساعة العمدة باظت. ساعة العمدة باظت. لا 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 ما باظتش. هو السحر في الاول كده بيكسرها لكن اخر اللعبة بيطلعها سليمة. لا اللي اتكسر عمره ما بيتصلح. وده يعلمنا ان احنا ما نديش حاجاتنا ابدا لحد غريب. نور الله ينور يا رجل. يا عم مش هيرد عليك ده. اخرس. اخرس ازاي يا عم كان لسه عمال بيغني. لا دي تمثيل الممثل يعمل اي دور. يعني هو اخرس اما يجي يمثل يكلم. طب سلام عليك. سلام عليكم في دور. سلام عليكم يابا. ايه دي؟ ايه دي؟ ده ازاي دي؟ ده غريب. في ايه؟ ده مجنون. تعالى معايا. انا جبت لك وشك طرنشات. انت انا؟ مين؟ فيلم؟ من كلمتين. الاولانية رشي والتانية رشا جريئة. مش هو. مش هو ده ابو العيلي. ده انا ابو العيلي بيقول لك. مش هو. مش هو. ايه دي مسرحيه؟ مسطره. شاليمون. ست كوم. ست كوم في الانجليزي لبلب. دي مساعد اراجوز. اهبل. راجل. ست. اتنين ستات. تلات ستات. اربع ستات. اخرنا خمس ستات. ست ستات. راجل وست ستات. لا مش هو ده التاني اسمه سامح حسين. لا مش هو. مش هو ياد. مش هو. برنامج يوم الاثنين على الحياة. انت جاي تحقد ولا ايه؟ ايه ما احنا كنا قاعدين. ايه يا عم سليمان؟ ايه ليه يا ابني كده بس؟ ده احنا لينا ثلاث سنين قاعدين في البيت. احنا ما صدقنا يا ابني. ده سليمان جاله قرح فراش من القعده. اي والله قعدنا ما صدقنا. ايه طب شوف مين اللي هيقبضك.
يا الله. مع السلامة يا رجل. مع السلامة تمثيل. وعليكم السلام. يا رب تكون سمعت كلامي وسبتك من السكة البطالة اللي انت ماشي فيه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ البت بهاني جات لي امبارح وقعدت تهويني، وقعدت تعمل لي بالجلابيه كده، وقالت لي خد مفتاح الشقه وتعالى. اعوذ بالله، وانت عملت ايه؟ انا طبعا سمعت نصيحتك وقلت لها لا مش جاي. يعني بهاني الفجر اديتك مفتاح الشقه؟ ايوه. وانت ما روحتش؟ ايوه، سمعت نصيحتك على طول. طب هات مفتاح الشقه دي وبخلي نصيحتي تنفعك. يا راجل يا ضلالي. يا راجل ضلالي ايه؟ اتكلوا على الله، انتوا هتنسوني انا شايل ايه؟ خد يا انت هوش، انا بالعمدة عايزكم. وده هيعوزنا في ايه العمدة دروخر؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم، الراجل ده شكله طيب والايمان هيبظ من عينيه. وعلى رأي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتفضلوا يا اولاد، اتفضل يا جناب العمدة، بس خلي بالك من الواد القصير ده عشان شاقي حبتين. السلام عليكم. معلش يا احمد الرجال. تعالى يا واد انت. نعم. ايه ولا مزعل الشيخ حسن ليه؟ انا ما جيتش جنبه. ما جيتش جنبه؟ طب انت ما بتروحش الكتاب ليه؟ كنت نايم. طب ما بتروحش صلاه الظهر ليه؟ كنت في النادي. طب ما روحتش المقرأة اللي بعد صلاه الظهر ليه؟ يا عم اسمي جورج. جورج؟ طب ما بتروحش الكنيسه ليه؟ انا اسمي كوهين. طب ما بتروحش المعبد ليه؟ في ايه؟ مالكم يا اولاد، في ايه؟ انتوا متضايقين من ايه اصلا؟ ابو العيله دي تعبنا والله، ولا بيأكلني ولا بيشربني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا، انا هأكلكم وهلبسكم وهنغناخكم كلكم يا غ... معقولة اطلقك يا فاطمة؟ لا يا اخوي. لا انا مش هطلقها، ده رأيها جناب العوم دي. انت ناس انني اول واحد في الكفر كله اتجوزت، اني صاحب اول ضربة زوجية في الكفر كله. ايوه انا مش هطلق يا جناب العوم دي، مش هطلق. فاكرة يا فاطمة؟ فاكرة لما انت والعيال لما كنت بتحبوني كنت بتغنوني وكنت بتقولوا لي ايه؟ ايوه فاكرة يا اخوي، ودي ايام تتنسي؟ اخترنا اخترنا يوم ما زرع قلعنا معاه، اخترنا اخترنا يوم ما فرحنا كدنا معاه. طيب من ياما استحملت النشاز بتاعكم ما قلتش حاجه. لا انا مش هطلق ابدا، مش هطلق، مش عشان، لا عشان فاطمي وعشان عيالي دول. يا عم احنا عيالك وبنقول لك امشي. بنقول لك ارحل. ارحل يا عم. ارحل 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 يعني امشي. هي اها يلي ما بتفهمش. هي اها هداري مكان طائر النهضي. ايه؟ حلو كده؟ لف الناحية التانية؟ عايزة فاس ولا بروفايل؟ يا اخوي ارس على اي بوز. طب اعملي لي لايك. هعمل لك اجنور. طب استنى اما اقول لك كومنت. اخيرا بقينا لوحدنا يا قمر، تعالي لي يا بطي. اصبر يا عمد الله. ايه اصبر دي؟ انا اقول لك تعالي لي يا بطي وانت تقولي لي واني مالي؟ هي زي الاراجوز كده ومراته والكركر. ياس تعالي لي بقى يا بطي. يوم ما تستنى يا عم، ده مستعجل على ايه؟ ايه دي؟ ايه اللي جاب صوره ابو العيله هنا؟ وايه يعني لما اجيب صورته هنا؟ ما انت شلتها من على كل حته، حتى من محطه مترو الانفاق. خليها هنا ذكرى للعيال. انا هسيبها عشان خاطرك انت بس يا فاطمه. ايوه هي صوره ابو العيله. ايه دي؟ الصورة بتبربش. لا يا اخويا بيتهيأ لك، هو في صورة بتبربش يا عمدة؟ ايوه صح صح. ايه ده؟ الصورة بتطلع لسانها. يا اخويا بيتهيأ لك، هو في صورة بتطلع لسانها يا عمدة؟ ايوه صح. ايه ده؟ دي الصورة بتكسر. هو في صورة بتكسر يا عمدة؟ ايوه عندك حق. الصورة بتكح. هو في صورة بتكح يا عمدة؟ ايوه صح، ما في صوره بتكح. بس الصوره دي بتتكلم ولا انا يعني اللي شربت كتير ولا ايه؟ دي فوتوشوب. فوتوشوب. الصوره زمان ما كانتش بتتكلم خالص. ما هو دي. ايوه بس كانت تشاور ساعات يعني وكده. تعال.